الذي يظهر في مباراته الثامنة مع فريق نادي سودون. الحارس الذي يظهر في مباراته في هذا اليوم 8 مباريات لعب، يظهر في مباراته التاسعة مع فريق السنة 13 لهذا اللاعب في نادي كون. لم يغادر بالمرة، لكن عدد أهدافه قليل، مدافع عدد أهدافه قليلة، عنده فقط محاولات المتتالية لمصلحة نادي كون. كرة في الناحية اليسرى، جيرمي سوربون، جيرمي انطلاقة من جانب نادي كون، حاول عن طريق لاعب رافائيل جيريرو إلى كيونغ كيم، لاعب جون كالف صاحب الفانيلا رقم 23 الظهير الأيمن 28 سنة. المباراة الرابعة والفريق الأقل هزيمة فريق غانغو 3 هزائم، بينما الفريق الذي لم يهزم على مستوى البطولة في 14 مباراة هو فريق غانغ سان جيرمان. كرة في اليسار نادي كون، في الأمام على طول محاولة تصل إلى وسط حبيب العيد، يلعب كرة بالأمام تصل على طول في وسط الملعب لمصلحة لاعب إيمانويل كوماتيان. إيمانويل كوماتيان مقطوع الكرة من جانب لاعب فيصل فجر لتعود إلى موسى فوكينغ في الدفاع لفريق كون صاحب المرتبة. محاولة لمصنع تينيم أولمبيك الآن، والعرضية محاولة للعب الكرة العرضية، التغطية موجودة، الكرة لعبت لكن أولمبيك تصل الكرة، أو رياض نوري لاعب الوسط تصل الكرة طويلة وأمامية منقولة بوش إلى جانب أبولا، يمشي كرة لأبولا، محاولة لنقل الكرة إلى الأمام منقولة لكن التغطية موجودة قبل أن تصل الكرة إلى الأمام، والراية مرفوعة والتسلسل يستطيع أن يفعل نادي نيم أولمبيك. الفريق اللي لو سجل انتصار في مباراة اليوم، يعني كما ذكرت يعني هو آخر خسارة تلقاها في الجولة 15، يعني قبل يمشي كرة أوبن إيبي، ثم في وسط الملعب منقولة رياض نوري ينقل الكرة على جهة اليمنى، الكرة تطول وتصل إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة جرس، يلعب الكرة مباشرة، الكرة مسددة لكن أيضا صدمت وبالتالي عادت ووصلت ممتازة في المرور. Patrice Garande, ça y est, il s'est levé. Ouais, il faut qu'il soit présent. Gerber a poursuivi son effort et la touche sera canaise. Les éléments les conditions météo sont toujours à prendre en compte. Et aujourd'hui, avec ce terrain dur, je peux vous dire que si on utilisait un petit peu plus
de frappe de loin, il peut y avoir un grand danger avec dans cet exercice. Le ballon pour Guerrero dans la profondeur. Bamba est là, Varo aussi. Mais il s'est manqué, Guerrero avec Poyet, contré. Alors Julien Chaput, quelles sont les réactions pour l'instant des deux entraîneurs? On voit notamment celui de Dijon un petit peu plus à parler à ses hommes que Patrice Garande, non? Oui, effectivement, Olivier Dalloglio qui encourage beaucoup ses joueurs, qui les pousse à continuer comme ça. Il a bien compris qu'ils étaient mûrs. La pelouse est dure par endroits, effectivement, Julien. Et je vous confirme également qu'il fait très froid, mais c'est quand même une belle pelouse pour jouer au football. Et par rapport aux conditions, effectivement, on annonçait de la neige aujourd'hui. A priori, ce sera pour demain en Bourgogne. Profitons-en et profitons du spectacle à venir. Avec le ballon sorti par Bamba. اللاعب اليورو الزلافي الذي يلعب لنادي نورت 133 مباراة 42 هدف من هذه الأهداف 13 هدفا على مستوى هذه البطولة هو الهداف حتى الآن كرة ملعوبة من كون ترجع لوسط الميدان من جديد تعود على طول لصالحي ما بين الكتيبتين كون وأنجي في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية انطلاقة لمصلحة أنجي كرة من الجانب الأيمن كلاوديو أندري كلاوديو يمر كلاوديو لكن لا يستطيع أن يواصل شق الطريق كالجدياوي يحضرها بالخلف تعود مباشرة ومرة ثانية تتحضر في منتصف الملعب مرة أخرى تلعب بوسط الميدان محاولة موجودة من جانب فريق أنجي تحضرت الكرة ولكنها قطعت من جديد لعبت بالأمام وتحولت في الجانب الأيسر من سبتمبر حتى 28 من ذات الشهر هذا الفريق الذي لم يخسر في أربع مباريات متتالية على مستوى هذه الجولة كرة ملعوبة الآن من أنجي تضع في الجانب الأيسر وتتحول عرضية 100 سنتيمتر من الطول عامل ضروري جدا في قياس الوزن لدى لاعب كرة القدم وبالتالي وزن مثالي عند الحارس داميان بيركيس ملعوبة مبعدة لكون محاولة وهجمة لمصلحة أنجي وسقوط على أرضية الملعب هنا مرة أخرى تلعب لمصلحة اللاعب كورتيار ملعوبة عالية بالأمام مقطوعة بالرأس ترجع الكرة لصالح فريق كون بينما المتابعة تأتي لصالح فريق أنجي الأدفانتوج بينما لمسة اليد لحظة بهذا الشكل لم نتابع في الشوط الأول الكثير من الهجمات الخطيرة لم نتابع حتى الآن في الشوط الثاني الكثير من الهجمات الخطيرة سوى أن كرات تأتي في صندوق الجزاء دون أن نتابع ما بعد تلك الكرة هناك اللاعبين فيصل فجر وكذلك الحال بالنسبة لهؤلاء الثلاثة لاعبين المغاربة الذين يلعبون في الناديين على مستوى كون على مستوى أنجي التعادل السلبي يسيطر على موقف المباراة حتى هذه اللحظات كرة تلعب إلى وسط إذا أيها السيدات والسادة كون هو صاحب الأفضلية في الشوط الثاني بالفعل وهو الذي تقدم بهدف عن طريق اللاعب جون كالفي ملعوبة الكرة بالوسط تعود من جديد والكرة إلى خارج الملعب تماس إلى موسافو بينما جون تشاك بيير يلعب كرة إلى جيريمي سوربون جيريمي سوربون مع الكرة من جديد عالية بالأمام وصلت باتجاه اللاعب دوانيل خطيرة للتصوير لكن أداء دفاعي بقدر ما نتمنى أن نشاهد الكرة التي سبقتها كرة اللاعب جون كالفي التي أتى منها بهدف جميل جدا هدف رائع جدا هدف ملعوب هدف مدروس هدف بذكاء وهدف بدهاء من جانب اللاعب جون كالفي